سلام يا جماعه. بجد انتوا ابطال النهارده ان انتوا جيتوا. لا حقيقي. يعني I feel so يعني اكيد لا. لا بجد جو صعب يعني، ربنا يعوضكم. واو. احنا مش يعني انا مش هتكلم، يعني احنا نتكلم مع بعض، نعتبر احنا كده مجموعه كده وبنتكلم مع بعض، كلنا عارفين بعض. واستحملوني بقى معلش، يعني هو سد خانة النهارده لناس ما قدرتش تيجي، فمعلش حظكم كده معايا. فصلوا لي بقى ربنا يبعت كلمه. لا جايين نتكلم مع بعض بقى، فصلوا ربنا يبعت كلمه بجد. الطلب مني نتكلم في معوقات التربيه في استراليا، يعني او في بلد غريبه زي ما كلنا جايين من مصر، وايه معوقات التربيه. مش عارفه يعني ناخد رايكم كده، ايه معوقات التربيه من وجهه نظركم؟ اماني يعني عموما في استراليا بالنسبه يا في الثقافه الاجنبيه، عشان نبقى اماني ايه رايك؟ الحاجات اللي بيشوفوها بره، اوكي، الثقافات والكلام واللانجوج والحاجات دي. تمام. واني بالظبط هم ضد الطيار من حته تانية خالص. تمام. حاجه متعبه، حاجه جديده. طبعا طبعا. طنط خبره حضرتك ايه بقى؟ لا لا وبيتي احسن تربيه. اكيد اكيد، بدليل السمره حلوه، بدليل السمره جميله. ربنا يفرحك بكل احفادك. بوسي، شايفه ايه معوقات التربيه؟ بليز. ما بتسعيش، بتعمل اوتوماتيك زي ما بيقول. بالظبط. يعني انا بحس ان هنا جزء من المعوقات هو المجهود الكبير اللي لازم تعمليه مع الاولاد مقارنه بمكان تاني. هنا محتاجين نبوش اكتر على حاجات كتير، وزي ما رانيا قالت احنا تقريبا ضد الطيار يعني. بس تمام. سنتي. لا هو كمعوقات في حاجات كتير قوي يعني. اولها بالظبط ليه محضره ولا حضر لك؟ لا يعني زي ما بوسي قالت جزء الكنيسة، زي ما بوسي قالت برضو جزء الأسري، هم برضو الولاد هنا مش بيبقى عندهم يعني فكرة علاقة صلة الرحم زي ما احنا في مصر. يعني مش بيشوفونا مع خاله وخالته وعمه وطنته وجده تعبان لازم نوديه يعني، فبيطلعوا شوية لحد ما يعني غير انهم منغلقين، مش بيحس اي بكبار، يمكن مش عندهم فكرة العاطفة شوية. مش ولادنا احنا بس، انا لاحظتها كمان يعني كبلد عموما. بلس هنا الوقت اللي يعني لو فعلا اتنين بيشتغلوا فول تايم، الوقت اللي بيقضوا مع الولاد مش كبير. وفي سايكل كده اللي هو اليوم بيخلص من اول ما بيبتدي، ففين القعدة معاهم اصلا؟ يعني ده جزء برضو بيبقى مش موجود. مش حلو مع الكنيسة، لأن الكنيسة برضو مهما كانت هي جزء بسيط لازم يكون موجود برضو من الأسرة، هي أكتر من الكنيسة كمان.
بس برضو فكرة ان احنا كنا في مصر كان بيبقى عندنا سبت حد لحد الجمعة في مهرجان في نادي في, فكان الجو اللي هو يعني يوم ما كان يتقال لنا انتوا قاعدين انتوا واخدين البيت اوتيل احنا بنبقى كنا قاعدين في كنيسة اصلا فيعني بيبقوا برضو عارفين احنا فين. دي انا مش موجودة احنا لما يعني احنا كنا بننزل نروح الكنائس لوحدينا يعني في سن صغير بتاعي كان لازم احنا هنا اللي نودي الولاد ولازم نعمل برضو فرق المسافات فرق ما ينفعش حد يعدي الشارع ويجي هنا كنيسة لوحده. فدي برضو حاجة مخلية ضغط على الأسرة. فحتى ساعات لما بنيجي نودي ولادنا الكنيسة عشان احنا عايزينهم يتغرزوا في الكنيسة بنبقى جايين تعبانين فبيبان علينا ان احنا يعني كاننا جايبينهم غصب بس هو يعني فالحاجات دي برضو ساعات بتأثر فيهم. ففي حاجات كتيرة يعني لو اتكلمنا هنلاقي حاجات كتيرة قوي يعني. جميل نيفين نختم بيك. معوقات التربية معوقات التربية من وجهة نظرك ايه حاجة او اتنين مهمة يعني اختلاف الاجيال احنا يعني حتى اختلاف الاجيال لا كنا لسه بتكلم فيها انا وعماد احنا جايين من مصر ريسنتلي مثلا اغلبيتنا وهتلاقي في اغلبيتنا مثلا عندنا التلفزيون المصري عندنا بنتابع الاخبار المصرية مش عارف يعني بنتابع حاجات هم هيطلعوا طالعين مش فاهمين الكلام ده ولما يكبروا اكتر لما يكبروا اكتر مش هيبقوا معانا خالص في يعني هيبقوا هم في حته واحنا في حته. فاحنا من اكبر معاق ان احنا ازاي نكوب معاهم ازاي نخش في جيلهم ازاي نخش في دماغهم في الكالتشر اللي هم طالعين فيه واحنا جايين من كالتشر مختلف. بنحاول ان احنا نندمج في المجتمع ومش عارف ايه بس ستيل احنا لينا كالتشر وهم طالعين في حاجه ثانيه مختلفه خالص. فدي من اكبر معوقات ان احنا ازاي نطلع لهم يعني ان احنا نتواصل بالظبط في تواصل ما بيننا وما بينهم. تمام هي قلتوا حاجات حلوه قوي الرجاله هيكلموا بس في جزء اوكي. هو الحقيقه كل اللي قلتوه صح يعني الحاجات اللي حواليهم اختلاف الكالتشر المسافات وبعد المسافات عدم وجود الاهل الطيار اللي حواليهم ضد الطيار ما فيش اجابه يعني ما فيش اجابه يس وهي كلها يس دي كلها معوقات. تعالوا نتكلم كده يعني في فتره بسيطه مش هطول عليكم ازاي فعلا انا شايفه من ضمن المعوقات الاساسيه الحريه الزياده اللي في البلد. البلد هنا بالظبط بالظبط الحريه الزياده مخليه الولاد عارفه حقهم قوي زي ما نفين بتقول عارفين يحطوا الناس عند حدودهم هم كمان. يعني كنت مرة سمعت حاجة ان في المدرسة بيقولوا لهم لو بابا او ماما كذا لا اطلبوا البوليس او يعني حاجات اكستريم شوية يعني يمكن احنا لسه اولادنا نشكر ربنا ما عندهمش الحتة دي بس جيل عن جيل يعني يا هي بتحصل ولادنا بيتشبعوا بالافكار اللي هنا ده حقيقة. ازاي نوصل ولادنا لحاجة اسمها حرية مجد أولاد الله يعني يبقوا حاسين بمنتهى الحرية بس الحرية مش بتاعت العالم اللي بره حريتنا حرية يعني الحرية في ربنا الحرية في مجد ربنا. ده هي الموضوع ده صعب قوي. هنقول كم نقطة كده نحاول نعمله مش هنتكلم في النيجاتيف لأن النيجاتيف كتير بس البوزيتيف عايزين يبقى بوزيتيف يعني عشان أحسس حد إن هو حر في اللي هو بيعمله. طبعا انا بتكلم رينج من سنتين ثلاثة لحد 17 لان لحد 17 18 طبعا ولادنا لسه يمكن بعد كده الدنيا بتختلف بيحتاجونا بس بطريقه تانية يعني. ازاي اوصل لابني او بنتي ان هم احرار في تصرفاتهم؟ طب انا افكر فيها من وجهه نظره هو هل اديله اختيارات صغيره يبقى مسؤول عنها؟ دي نقطه ابتدي اعرفه حاجات صغيره يقدر يختار منها اديله اوبشن كتير دي معروفه. حتة ان انا ابني مش مرفوض وان انا فعلا مديله جينيوان حب وجينيوان اهتمام. يعني ايه جينيوان؟ اصل ولادنا اذكياء قوي هيحسوا بيا ازاي ان انا بسمع كده وانا مش مركزه
ولا بسمع بجد مركزة وبجد عندي. احنا بنفضل نقول كلام بس اتكلم عن نفسي يعني، وساعات ما بنعملوش يعني. حتى تقولنا سمعنا كم مرة active listening، سمعنا ازاي تنزل لمستواه وتبص في عينيه وتجي له اهتمام بس احنا بنعمل كده فعلا ولا بنسمع واحنا تعبانين وزهقانين وعايزينه يخلص؟ الجينيوان اهتمام بيوصل، بيوصل لقلبه، بيتزرع في فكره ان ماما فعلا بتحبني من غير شروط، بتحبني وانا ضايب صاحبي، وبتحبني وانا قرفان، وبتحبني وانا بزعق فيها، وبتحبني وانا بقول كلام نيجاتيف. بس طبعا هنتكلم برضو يعني ايه حوية، نوصل ازاي نحط ليميتس وقيود للموضوع ده، فازاي يحبهم حب غير مشروط. دي نقطة مهمة قوي، هتحسسهم نوعا ما ان هم في حتة سيف. عارفين لما يقولوا كده بابا وماما مدين قواعد ما ينفعش نمشي من غيرها والعيل تبقى مخنوعة، اكشن دول في منتهى الحرية. تخيلوا احنا في الكنيسة مثلا، ونقول الكنيسة مفتوحة 24/7، بلاش نقول الكنيسة عشان ده مش مثلا، نادي او مكان مفتوح شغل مثلا ومفتوح 24/7، تقدر تروح وتيجي زي ما انت عايز، تلوج ان وقت ما تعمل على الكمبيوتر، مفيش اي ليميت لاي حاجة، ده كده طبيعي. تقدر تروح الشغل الساعة 6 الصبح او تروح الساعة 12 بالليل، انت هتحس نفسك ان مالكش روتين. مفيش قواعد اللي بنحطها لاولادنا بتحميهم من حاجات كتير قوي، وبتحسسهم ان هم في سيف اريا زي ما بيقولوا. يعني ايه قواعد؟ انا مش بقول قواعد ان احنا نبقى سوليد يعني، بس قواعد بسيطه. القواعد دي من ضمنها مثلا يوم الحد ده يوم ربنا. هتقولي لي مش عارفه، هتقولي لي لا زي ما بنروح المدرسه يوم الحد ده يوم ربنا. قاعده تانية صيام، لا هصوم. قاعدة تانية النهاردة مثلا كبرتي شوية وبتروحي الاجتماع هترجعي لي الساعة كذا، راجع مثلا كمان سنتين ثلاثة كبرتي شوية هترجعي اوفر الوقت ده، كنت ممكن تخرجي مع اصحابك، الوقت اللي بعديه ممكن تروحي عند صاحبتك، بس اكون عارفة الرولز اللي احنا بنعملها لعيالنا بتحطهم في حتة سيف. مفيش رولز العيال تايهة، العيال ضايعة، مفيش حاجة امان ترجع لها. موافقين معايا ولا انا؟ الولز بتعمل قواعد للأسرة وبتحسس ولادنا ان هم في حتة حماية بالضبط. بالضبط حكاية الولز دي مهمة قوي. ازاي احترم مساحة ولادي وخصوصياتهم؟ ولادنا زي ما قلت قبل كده هم مش ملك لينا، البرايفسي بتاعتهم مهمة جدا، يعني مساحة كده من الحرية ومساحة صحية زي ما بيقول. مساحتنا هو على فكرة في ميكس جامد قوي ما بين المساحات ما بين الأم والولاد. أنا شايفة الموضوع سايح على بعضه قوي، يعني لا أنا عارفة أخد مساحتي ولا في نفس الوقت أديهم مساحتهم. موافقين معايا في الحتة دي؟ يعني ساعات ما فيش ام ما بتحبش ولادها، ما فيش ام بتتمنى انها تقعد معاهم 24، بس فعلا ساعات بنوصل لمرحله عايزين وقتنا احنا، عايز اقعد مع نفسي، عايزه اراجع حياتي، عايزه اقعد ما اعملش حاجه، عايزه اقعد اصلي، عايزه اقعد. المشكله بقى الحقيقيه ان احنا الحاجات دي كلها ملخبطه مع بعض. فلو انا ابتديت احترم مساحتهم وفهمتهم الموضوع ده، الوقت ده بتاعكم، الوقت ده بتاع ماما، الوقت ده بتاع ماما وبابا، الوقت ده ماما وبابا هيخرجوا فيه، الوقت ده الفاميلي تايم، كل حاجه ليها تايم. لو ابتديت اعمل حاجات بسيطه زي كده سهل قوي انها تتكون. حكيت ان انا اعرف مساحتي او يعني هي عايزه كتير قوي يا بوسي عشان تتعمل، يعني عايزه تصميم، وعايزه الاب والام في وان لين، هي دي الفكره. لكن لو انا ام وفانيه نفسي في حياه ولادي وهامله جوزي خالص وفاكره ان انا كده بعمل حاجه حلوه، سوري انت كده ام فاشله وزوجه فاشله للاسف، لان انت فاكره ان انت بتدي لاولادك، بتدي لاولادك وفرحانه ان انت بتدي. لازم الاب والام يدوا مع بعض، يعني ما ينفعش ان انا ام افضل ادي. طب انا هشبع منين؟ هشبع من ربنا طبعا، بس لازم اكون شبعانه برضه من شريك حياتي، واحنا الاثنين في اتجاه واحد. ولما زوجي يحس ان انا اولوياتي مع اولادي which is okay، بس يعني لازم في توازن. الاندماج الكامل مع حياة ولادي واسيب زوجي واسيب كل حاجة واقول انا ام، لا انت كده مش ام شاطرة،
انت كده مش ام شاطره. الاعتماديه الكامله من ولاد على الاب والام سواء كده او كده في حاجه غلط، يعني في حاجه غلط في التكوينه مش عارفه هي ايه. يعني لما يبقى مثلا ولد معتمد على امه بصوره او على باباه بصوره 100%، ما ده في حاجه غلط. يعني ولد كبر 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 ولسه معتمد، لا طب ده هيكون بيت ازاي؟ يعني عايز اقول فيه بيبقى ديفكت معين مش عارفه هو ايه، بس بيبقى فيه ديفكت في العلاقه ما بين الاب والام جزء منها. يعني انا شايفه عشان ما اطولش لان هما نقط كتيره يعني في موضوع الحريه ده، بس انا شايفه ان انا اتعلم ولادي حاجه اسمها ريزيلينس. يعني ايه ريزيلينس بالعربي؟ يعني المقاوحة. عارفين لما اقول لك ولد مقاوح اعلمه المقاوحة ازاي؟ اعلمه لما يجو ثرو هارد تايم او جو ثرو فيلير يعرف يقوم تاني ويعمل تاني. اعرفه يعبر عن رايه ازاي والاموشن بتاعته تبقى في حدود المعقول. يعني كتير من ولادنا بيمروا بنوبات غضب جامده، كتير من ولادنا بيمروا مثلا نتيجه فيليا، نتيجه ديبريشن، نتيجه بيمروا بظروف معينه فبيمروا تلاقي صوت عالي، تلاقي انفعال. لازم اديله مساحه يعبر عن الاحاسيس اللي جواه. مش غلط ان هو يعبر عنها، بالعكس دي حاجه صحيه جدا، بس الغلط ان انا اسيبها تطلع للاكستريم. لازم احط ليميت، لا لحد هنا وستوب. انا الصوت العالي بالطريقه دي مش مقبول. عبري عن مشاعرك بطريقه هاديه. لما تجو ثرو سيتويشن اعملي ريفليكشن للسيتويشن. انا شايفه موضوع الريفليكشن وبشوفه قوي، يعني اشوفه اكتر في بنات اليوني، ويمكن اتعلمته من مارينا بنشي. تقولي انا بكتب نوتس او جورنال، ولقيت الموضوع ده منتشر في بنات الجامعه هنا. يعني يعملوا ريفليكشن لليوم اللي مر بيهم، هما مش عايزين يتكلموا مثلا، حاجه ما بينهم وما بين ربنا طبعا تبقى حاجه برايفت، يعني يتكلموا مع ربنا. تلاقيهم كتبوا نوتس، عبروا عن نفسهم في الجورنال ده. حلو قوي، حاجه حلوه ها، حلوه جدا جدا، وبتطلع عندهم كل المشاعر من غير ما تبقي مضطره تتكلمي. خديها وتكلمي مع ربنا، كأنك بتتكلمي مع ربنا واحكي. يبقى انت مش محتاجه حد، انت مش محتاجه ماما 24 ساعه وانت مش محتاج بابا 24 ساعه. فالحريه في القانون، يمكن الكلمه العكس، يعني الحريه في القانون. تخيلوا بقى، يعني عشان اخلي ولادي احرار اعمل لهم قانون يناسبهم. زي ما احنا في الشوارع، ايه مشكله مصر مثلا في السواقه؟ ما تعرفش تسوق ليه؟ مفيش قانون. هنا ايه اللي بيخلينا نعرف نسوق والدنيا ماشيه كويس؟ ان في قانون. فبنقول لك كل واحد في اللين بتاعه مش عارف ايه. الحريه في وجود القانون. فلو لسه ما عملتيش فاميلي رولز لبيتك، او لسه ما حددتش حاجه تعملها مع اولادك، اتس نيفر تو ليت. اقعد مع مراتك واقعدي مع جوزك بتكلموا هنعمل ايه في 1 2 3 4، واتفقوا على حاجه. المهم انت وهو تبقوا في وان لين، انت وهو. اتفضلي يا مروه. ده كده الدنيا. عائلات كتيره بنشوفها الولاد هي اللي بتمشيها. عايزين نتكلم في تفاصيل القانون. قانون ممكن يبقى على 3 اجزاء. جزء روحي، جزء روحي اللي هو شامل الكنيسه. ما ينفعش في الكنيسه نعمل كذا وكذا وكذا. ده قانون الاسره في الكنيسه. واحنا رايحين الكنيسه يبقى في لبس معين للكنيسه. واحنا رايحين الكنيسه ما ينفعش مثلا نتكلم في القداس. ما ينفعش نقول مثلا هم صغيرين مش هنروح مدارس الاحد. مدارس الاحد مش هقول يعني مش عسكري، بس يعني فاهمه دي جزء من ده. مثلا قانون الروحي، قانون التربيه. ما ينفعش اسمح لاولادي وهم صغيرين، انا بتكلم هم صغيرين لان الواحد وهو صغير اللي بيكبر عليه، يتكلم على شريك حياتي او عن الاب والام بصوره نيجاتيف وانا اسكت. ده رول نمبر 1، لان انا كده مثله الاعلى بيضيع. يعني لو انا مثلا جيت كنت متضايقه مثلا من شريك حياتي، حد متضايق من شريك حياته وبيكلم، فالعيل يسمع. انا لسه حد كان بيكلمني، الولد بيقول للاب يو ار ليزي. طب هو عارف كلمه ليزي منين؟ سمعها منين؟ الا لما سمع ريفليكشن من الام انها بتكلم الاب بتقول له ليزي. فانا عايزه اقول قانون مثلا اللي كانت نيفين بتسال عليه،
ما ينفعش ان حد يتكلم على الطرف التاني بطريقه وحش، حتى لو انا جوايا لجوايا I'm trying to make an effort ان انا اغطي ضعفات جوزي، ولو العكس يبقى هو يغطي ضعفات مراته. ده قانون. قانون بقى في التربيه اللي هو مثلا ما ينفعش نبات بره، نرجع البيت الساعه كذا، قدام الناس ما ينفعش تطلب طلبات من ماما تيجي تكلم، حاجات اللي هي السيمبل بس بتعمل دايره حوالين العيال. لكن مثلا ما ينفع لو انت كلمتني بالطريقه دي قدام الناس وطلبت مني الموضوع ده you don't expect ان انا هعمله، ده قانون. بس لو انا في مره ريحت دماغي وقلت يلا خلاص ربنا معاك هيعمل كده، عارف يضغط عليا منين. هي ده هي دي القانون، مش يعني مش قانون بمعنى اوكي. سوري انا طولت عليكم، بس هتكلم بسرعه على حاجه، ازاي نحمل ولادنا مسؤوليه ونحسسهم ان هم احرار، ازاي نقول لهم امتى يس وامتى نو وامتى ميبي، امتى يس وامتى نو وامتى ميبي. على فكره ممكن ولادني يبقى انا عندي ولدين او بنتين وكل واحد يمر ليفل اوف ماتشوريتي مختلف عن الثاني، يعني اللي اعمله مع ده في سن 10 ممكن اعمله مع ده في سن 13، فلازم ابص انا على الشخصيه اللي قدامي واشوف اقدر اديها مسؤوليه ازاي. ممكن اديه مسؤوليه تعجزه وتحسسه بشعور بالنقص فيبقى بالعكس يجيب معانا نتيجه نيجاتيف. انا بنتي مثلا او ابني حاسه ان هما مش لسه مش ماتيو انف، ادي مسؤوليه صغيره. ممكن في نفس السن كان ابني يتحمل مسؤوليه اكبر من كل واحد، يعني مختلف. فحته ان انا اديهم احرار واديهم قانون واديهم ريسبونسابيلتيز مهمه قوي، تخلينا في البلد دي جزء منهم احرار بس متحوطين. انا شايفه حاجه من المشاكل الكبيره قوي اللي هنا، زي ما اماني قالت واني قالت، السوشيال ميديا والاوبن قوي 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 في كل حاجه، في السناب شات والتيك توك. انا ما كنت بحضر لقيت حاجات انا مش عارفه ايه دي اصلا، يعني انا مش عارفه اروح عشان اقولها اصلا. تيك توك وسناب شات وفيسبوك ده بتاع الكبار يعني، بس الحاجات الباقيه كلها حاجات فظيعه. الصور النود والصور السيكشوال ولادنا بيتعرضوا ليها كتير قوي قوي، يمكن اكتر ما نتخيل انها موجوده، او يعني ممكن نتخيل وبنغطي اصلا ونقول مش موجوده، لا هي موجوده. طيب عايزين نقول بسرعه، لو ولادنا تعرضوا لموقف ان هم نتكلم في ثلاث حاجات، جالهم صوره سيكشوال، هو اللي نزل صوره سيكشوال، او صوره سيكشوال له او ليها اتنشرت بطريقه غلط. الاول مش هنتكلم عن السوشيال ميديا، كلنا عارفين السوشيال ميديا والسيف سكرين وان احنا نقعدهم بوقت معين، الحاجات دي على فكره مش يعني مش كلام بنقوله. انا بشوف بيوت كتير قوي ملتزمه جدا بموضوع ديورينج مثلا السكول ما ينفعش ان احنا نقعد على الموبايل اكتر من هاف ان اور، والولاد بتستجيب. انا بشوف ولاد بتستجيب، وولاد لحد صدقيني انا اعرف ناس لحد الهيتش سي كانوا اهاليهم ممكن ياخدوا منهم التليفون ويز نو بروبلم. بس بتختلف على شخصيه الاطفال طبعا، ما اقدرش اعمم اقول لا مش كل الناس طبعا، عندك حق في ليفلز مختلفه يعني، واللي يمشي مع ده ما يمشيش مع ده. فانا مش هتكلم على السكرين ادكشن اللي موجوده في البلد دي بصوره انا شايفاها متعبه جدا 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 لكبار وصغيرين، ومش هقول ولادنا بتبص لنا والواحد يتعلم ان هو يتكلم عن نفسه الاول عشان ابنه او بنته يتعاملوا منه، بس هتكلم ولادنا لو تعرضوا لمواقف سيكشوال، هي بيسموها ايه؟ سيكس تكستينج، يعني يحطوا تعرفين ان الاطفال بيحبوا يدمجوا الكلام، سيكس تكستينج. ابني او بنتي يتعرض لصورة أو كده يعمل إيه؟ لازم أعرفه. أو يتعرض لسايبر بولينج، يعني إيه يعمل إيه؟ الحاجات دي بتفرق مع نفسية الولاد قوي، ولو أنا ما كنتش جاهزة ومجهزة إن أنا أوقفه وحصنه وأقول له تعمل إيه في المواقف دي يعني هتبقى صعب. أوكي. أنت عاوزة تقولي يا ميرا إن الأب والأم اللي يتلخبط أو مش مريدي للنصيحة مش هلس للولد، يبقى احنا المفروض احنا نبدا بنفسنا ان احنا نبقى ريدي مجهزين نفسنا الردود، لان ممكن اتخض، ممكن اخاف، ممكن اقلق، ممكن اصور، ده كله ده خط. اتفضل.
اتفضلي. ده انت تبدأي من سن 3 سنين من 4 سنين. يعني أنا يعني احنا اولادنا معهمش موبايلات، التلفزيون احنا بنشغل حاجات معينة على اليوتيوب احنا عارفينها ومفتوحة قدامنا، فما فيش مجال ان يحصل ده. لا فيه، لان حتى الكيدز يوتيوب كيدز بيبقى فيه دلوقتي مناظر جنسية وبيشجعوا. يعني انا بصراحة ما بشغلش الكيدز، عيالي كبروا على موضوع الكيدز، بس اسمع ان حتى الكيدز شانل بقى فيها حاجات جايز وكذا 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 ومناظر، والكرتون كله فيه مناظر صعبة جدا، حاجات بتدخل في النص كده. لا ما كل دي كلام، وانا اولادي 3 سنين 4 سنين بيشوفوا الحاجات دي وعينيهم مفتوحة قد كده. طب نقول لهم ايه يعني؟ اوكي نتكلم على حتة بتاعت الكرتون دي وبعد كده نتكلم على حتة السيكشوال. لو ابني وهو بيتفرج شاف منظر زي اللي بوسي بتقول عليه او انا اللي بقول عليه، يعني نبتدي نقول هو المنظر ده طبيعي؟ هو اللي حصل انت يعني ما ينفعش مثلا فوت تقول ها خبي علينا وخلاص والموقف يعدي. انا لازم ادخل في دي، طب انا طبعا هخبي عينيا مش هبص، دي رقم واحد فعل بسيط. بعد اتنين انا ليه خبيت عينيا؟ خلص الموقف، طب انا ليه خبيت عينيا؟ هو طبيعي ان اللي انت شفته مثلا واحد وواحد طول يعملوا كده، ده طبيعي؟ انت مش عارف ان عشان تبقى في عيله لازم بابا وماما؟ يقول لك اه طب هما دول كده، يقول لك احنا لازم تقولي له وتتكلمي دول حاله مش طبيعي، احنا نصلي لهم مش ما تقوليش بقى نكرههم وبتاع، عشان برضه العيال هنا ما بتحبش حته احنا في مصر عندنا حته الاوفر ولا ومش هنا، تقول لك ما خطيه زي اي خطيه، وتيجي تتكلمي مع الشباب يقول لك لا ما نكرههمش، احنا ما نكرهش حد ودونت جادج اني وان، هنا الحتة دي عندهم شديدة شوية don't judge anyone، لا احنا نكره الخطأ ودي حقيقة. هم احنا ليه مش عايزين كده؟ لان البابا يسوع بيحب بابا وماما، راجل وست مع بعض. طب دول ايه يا ماما؟ مالناش دعوة بيهم، دول من العالم يعني ده طبعا كلام شديد من العالم، بس يعني دول مش مسيحيين، دول مش طريقة بابا يسوع. حاجة بسيطة من سن الولاد وهم بتفرجوا على الكرتون، ما الكرتون ده موجود في كل حته. واحد وواحده او واحده مثلا بتعمل حركات مش لطيفه، لا كبنت ما ينفعش نعمل الحركات دي. ليه يا ماما؟ برضو تعمل حركات، يبقى انا ليه رد فعل على طول في ساعتها، يعني ما سيبش الموقف في ساعتها انا يعني اتكلم وبعد كده افصل من غير ما انا انجري وانا ولا تون صوتي عالي ولا متعصبه ولا مش بهدوء. طب ايه اللي حصل ده؟ ما هو ما ينفعش حبيبتي ان واحده تلبس كده وتسمح لحد ان يشوفها بالمنظر ده، انا جسمي غالي خالص، ده انا بابا يسوع، ده انا كنيس. حاجات بسيطه سيمبل يفهموها، وفي نفس الوقت لا انا لازم احافظ يعني ماي برايفت بارت، انا جسدي ده هيكل، ده انا متدشنه مش عارفه وانت صغيره حصل ايه فراك على صور المعموديه، شوف يا ابونا رشم الكاميرا رشمه بالزيت، الحته دي مقدسه والحته دي مقدسه وعينيكي مقدسه، حاجات سيمبل مش لازم ادخل في بس ما فوتش، ما فيش حاجه تتفوت، لان اللي بيتفوت it means permission to be done later. ده اختراع موقف بقى، ده انا اختراع موقف واتناقش عليه. انا لو اصل بصي اكيد هيشوفها ده واحنا ماشيين في الشارع بالظبط، يعني اكيد هيمر بيك ده انت وانت ماشيه في الشارع في الشوبينج، واحدة عاملة شعرها أخضر مثلا أو أحمر أو واتيفر، استغلي الموقف ده ما تدينيهاش، بس أنت ممكن تتكلمي أنت شايفة أن البنت دي جميلة؟ إيه رأيك؟ أنا هتقولي يا ماما دي طالعة موضة، طب مش عارفة، طب أنت شايفة أنها حلوة ليه؟ حلوة عشان هي عاملة حاجة غريبة فالناس كلها بتبص لها، ولا حلوة عشان هي ماشية على الموضة، ولا حلوة عشان الناس كلها يعني ابتدي فتحي ابتدي ايدنتيفاي البروبلم واتكلمي فيها طب هي عامله كده ليه؟ طب هل ده كويس ولا لا؟ طب انت شفتي ماما قبل كده عامله كده؟ واحده عامله مثلا حلق في هنا وحلق هنا وحلق هنا وحلق في لسانها، ايه رايك يا ماما في الموضوع ده؟ بنشوف الحاجات دي كلها، اخترع اسباب وابتدي اتكلم فيها، يعني كرتون في الشارع في المول في الشوبينج بنلاقي، ما فوتش، مش لازم ادينهم لان يعني دول غلابه فعلا، بس اطلع بالموقف بحاجه.
طيب زي ما قلنا احنا بنتكلم عن معوقات التربية، لو ابني تعرض ان هو اتبعت له صورة سيكشوال اعمل ايه؟ رقم واحد طبعا لما بنتكلم على ابني ده في المدرسة، لو في المدرسة لازم اقول له انت تعرف اللي بعت لك الصورة دي مين؟ يقول لك اه ده انا شاكك مثلا في الفلان الفلاني. نمبر وان لازم تكلم اللي بعت لك الصورة دي وتقول له بليز انا مش عايز صورة زي كده تاني ونيفر اكسبتد. اول حاجه يمسح الصوره طبعا اللي على الموبايل. نمبر 2 تقول له تتصل بيه وتقول له انا مش عايز صوره من زي كده توصل لي خالص، I'm not interested. نمبر 3 انت شايف لو هو بيبعت الصوره دي لحد تبتدي تكلم لاصحابه ساعات ولادنا بيخافوا على فكره من التهديد، يعني برضه ولادنا يعني او الولاد اللي بيعملوا كده انت عارف ان الموضوع ده كرايم، انت عارف ان هو under 12 او 13 ممكن البوليس يعمل لك مشكله او يعمل للشخص ده مشكله، ف يعني لازم ابقى مجهزه لو ابني حصل له كده. طب لو ابني بعت صوره كده ربنا ما يسمح، يعني اكيد ما بنتكلمش على الولاد بس الواحد بيشوف وبيسمع حاجات كتير فبنتكلم في الاكستريم، يعني احنا اسم الصليب ولادنا حلوين. لو انا ابني او بنتي غلط وبعت حاجه زي كده والصوره بدات تنتشر والولد بدا يعني يتعب، ايه اللي ممكن اقول له ازاي نوقف الموضوع ده؟ طبعا رقم واحد افهمه اللي اتعمل ده انت موافق على اللي انت عملته ده ولا انت كنت بتعمله under pressure، حد ضغط عليك تعمله؟ طب ولما حد ضغط عليك انت انبسطت لما انت بعت الصورة؟ انت بعتها لمين؟ ويتصل بيهم يوقفهم. يعني لازم يبقى فيه اكشن على فكرة. والبوليس لما قريته الحته دي ما كنتش عارفاها، بيقول لك لو انت عرفت الجهات اللي وصل ليها الصوره ممكن يدخل على الفيسبوك ومش عارفه يوقف، يعني بتبقى في لوت اوف ليجل حاجات بالذات للولاد الصغيرين. يعني فنبقى جاهزين قوي لولادنا لو تعرضوا لموقف زي كده خاصه السكشوال. لو تعرضوا لفكره السايبر بولينج، يعني ايه فكره السايبر بولينج؟ حد يقول لي فكره؟ انا عماله اتكلم. فكره السايبر بولينج ايه؟ ايه هو السايبر بولينج؟ اللي هو الابتزاز عبر النت يعني. تمام، بس ايه اشكاله بقى قولي لنا انت. طيب السايبر بولينج ده ايه مشكلته عن البولينج العادي؟ يعني ايه خطورته عن البولينج العادي؟ سايبر بولينج ده ممكن مثلا بتلاقوا كده الولاد عاملين جروبات جروبس 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 في المدرسه وفي الساندي سكول وفي مش عارفه ايه. سايبر بولينج ان هو يبعت مثلا كومنت او يبعت تعليق او يبعت كلمه هاش يتعب حد، يحط حد داون، يا اما سيكشوال كومنت يا اما كومنت عادي. دي حاجه اسمها سايبر بولينج اللي هو عن طريق الميديا. خطورته ان هو ممكن يحصل 24 اورز، يعني غير البولينج مثلا انا شفت حد فما شفته واحتقل له الموضوع ده، ضايقته في وسط الناس، قلت تعليق في وسط مجموعه فتضايق، ده اسمه بولينج. سايبر بولينج عيبه ان هو ممكن يحصل في اي وقت، ولادنا منفتحين وجروبات في كل حته ممكن يحصل. فالسايبر بولينج ده خطير. شفت فيديو مره على الفيسبوك واحده في هاي سكول، يعني هو حاجه امريكان كده شورت موفي، كانت مش عارفه بتضحك بطريقه معينه او كده، حد صورها والصوره انتشرت في المدرسه وكان شكلها وحش وحطوه على الحيطان والبنت دي فكرت في الانتحار. يعني فاكره واني عودت هنا في ساندي سكول، فعلا كانت حاجه يعني فظيعه، من قصه صغيره من حاجه بسيطه جدا لواحده فكرت في الانتحار وجالها ديبريشن بسبب اللي حصل. فالسايبر بولينج ده مهم قوي، فلازم نبقى مؤهلين لاولادنا لو انت جالك كومنت مش عاجبك او نبقى احنا مصحصحين. لو احنا في كده ساعات في ناس بتنزل من ولادنا من غير ما نحس واحنا بنسكت، ساعات بنعدي. احب قوي ان الواحد مش هيبقى ديفنسيف عن ولاده طول الوقت، بس لو حصل ان ابني اتعرض لبولينج او سايبر بولينج يعرف ازاي يوقفه، يعرف ازاي يرد بصوره كويسه من غير فيزيكال، بس يعرف يرد بصوره محترمه ويوقف السايبر بولينج. اجري معايا في الحته دي ولا بنتكلم مع اولادنا ازاي نوقف؟ لو انت تهنت، لو انت حد اتريق عليك، لو حد قال لك انت تخين، انت مش بتفهم، انت مش عارف، تقف ترد ازاي بشخصيه قويه وبجديه زي سيدك، يعني زي
بابا يسوع ما كان بيقعد بمنتهى الجديه يوت، مش لازم تعمل عداوه، مش لازم تبقى اجريسيف، مش لازم تبقى ابيوسيف، بس تعرف ازاي ترد. حد عنده افكار ازاي يرد ال يعني السايبر بولينج؟ ياسم بيعملوا بروجكت، فجزء من البروجكت سيرش بيعملوه على الـ على الـ على التابلت. فواحد من صحابها راح قال لها لا انت بتكتبي بطيء اوعي كده، ومبطل يديها التابلت. وطبعا راحت للتيتشر، والتيتشر كبر دماغه يعني. فهي جت طبعا متضايقه، فاول حاجه قلت لها طب هو انت فعلا بتكتبي بالراحه بطيء؟ قالت لي اه. قلت لها طيب ده معناه ان احنا محتاجين نظبط الجزئيه دي بان انت تبقى عندك الفاست تايبنج، فنبدا نتمرن على اللابتوب عندي، تقعدي وتتعلمي الفاست تايبنج. ده جزئيه. الجزئيه الثانيه، انت لازم تعرفي ان كل واحد فينا عنده اللي بيميزه. هو شاطر في الفاست تايبنج، بس انت شاطره في ان انت صوتك حلو، بتعرفي ترنمي، بتعرفي تحفظي الحان، وبتعرفي تعملي 1 2 3. وبدات اعدلها المميزات اللي عندها. ده الجزء الثاني. الجزء الثالث، تردي ازاي المستر ما تصرفش لما يجي يقول لك كده. قول له اتس اوكي، انا عارفه ان انت اسرع مني في الحاجه دي، بس انا بتمرن دلوقتي وهبقى زيك. الحاجه الثانيه، قول له انا مش بحب كده، ما ينفعش ان انت تقول لي الكلام ده، يو هاف تو ستوب هيم. وقولي له كمان انت مميزه في ايه، واعملي الحته اللي انت مميزه فيها لحد ما تبقي فاست تايبر زيه. فجيت تاني يوم يعني تابعت معاها طبعا، بعد كده الدنيا مشيت كويس نشكر الله. واو، اسم السليم. بوسي ادت الحل المثالي. اولا هي عملت جينيوان انترست في المشكله بتاعت بنتها، ما عدتش عليها كده. كتير بيحصل اولادنا يجوا يحكوا لنا حاجه زي كده بنسمع، بس هي دخلت جوه ايدنتيفاي البروبلم، نقدر نعمل ايه. ولو ما ردتش عليها ممكن البنت، احنا بنتكلم ان جنرال يعني، ممكن اي حد يتاثر ازاي. فرقم 1 ايدنتيفاي البروبلم، حط الورست كيس كونديشن. لو انت ما اتكلمتش ما عملتش حاجه، ممكن البنت يترسب في دماغها ده انا فعلا سلو ليرنر، ده انا فعلا بطيئه، يكون الموضوع اهبل ملوش اي علاقه باي حاجه، ولاد بتغيصوا بعض، فالموضوع ممكن يكبر. فياسم الصليب انت على كتير من كافه الجوانب، ربنا يديكي حكمه ونعمه يعني. مش عايزه اطول عليكم اكتر من كده عشان انا طولت خالص. كلمه ايه، انا بحس يعني احنا في المصريين نحب عيالنا تبقى احسن الناس. يا ابني انت احسن واحد فيهم كلهم، عارف. بحس ان التربيه دي بتربي ان انا ابني بيطلع يقول للي جنبه انا احسن منك. انا احسن منك، ما هو ده بولينج. حتى لو هو فعلا احسن منه في حاجه، بس هو ربنا اكيد بندي للتاني برده حاجه تانية. ولازم فهمه ان احنا مختلفين عشان نكمل بعض، ومختلفين لان صباعك مش زي التاني، لان عينيك مش زي التانية، حتى مفيش حتى عينين الاثنين مش ايدنتيكال 100%. فمفيش حد بيبقى زي التاني، وربنا خلقنا جمال كلنا. بص على الشجر، بص على ده، بص على ده، كله جميل. بس حد يقدر مثلا يقول انا احسن من التاني؟ لا. فاحنا لازم نبقى كده. انا بحس ان ده فكره ناقص عندنا احنا ككبار، فبنرصبه عند عيالنا. فاللي خلى حد من الولاد بتوعنا يقولوا هويفر مين يعني اللي كان في التيم بتاع لا انا احسن منك وسعي، انا بعمل ده وما تعمليش ده، ان هو سمع الكلام ده. فاحنا بنبدا من نفسنا، بتهيالي ان بيوتنا تبقى مش من نوعيه ان انا دول وحشين واحنا حلوين، دول بيعملوا حاجات وحشه واحنا ناس حلوه وكويسين واولاد ناس يعني. انا بتهيالي حلوه قوي الحته دي يا وانيا. انا عايزه اقولها بطريقه تانية كمان. ممكن يكون الموقف اللي حصل ده بيحصل مع اولادنا في اماكن كتير قوي، وده بيجيبوه منين؟ زي ما وانيا قالت، احنا في دماغنا انا بدن شاطر وابني دخل معرفش الكليه يبقى هو شاطر. مقاييس الشطاره والنجاح عندنا مربوطه بحاجات غريبه، وبنوبي في اولادنا موت نفسك في الهيتش سي عشان تدخل كذا. ماشي، انا مش بقول ان هو ما يذاكرش، يذاكر، دخل الكليه الفلانيه دخل، بس هو حلو بايا كان. انا ما انساش واحده مره قالت لي
يعني ما كانت مارينا في الهيتش سي وبتقول لي هتدخل ايه ومش عارف ايه, فبقولها يعني هتدخل سايكولوجي مش عارف, قالت لي you have to support her whatever she gonna do, whatever she gonna do, هي عايزة بس كده منك السبورت ده, فاولادنا يدخلوا كذا يدخلوا كذا, ما يبقاش احنا في دماغنا انت ما عملتش كذا ولا انت جبت 90% احسن من اللي جابوا 70%. ممكن يبقى انسان ناجح جدا بروفيشنال وفاشل جدا سوشيال, او كزوج فاشل جدا وشاطر وبيجيب الافات مؤلفه بس هو كزوج فاشل جدا, او اب مش كويس. فمقاييس النجاح عندنا محتاجه اولويات, محتاجه اولويات, محتاجين نزرع في اولادنا النجاح والفرح مش بالبروفيشن ومش بالفلوس ومش بالعربيه. ولو ربنا مديني ده كله وانا مش فرحان, يبقى لازم ادور ان انا ايه سبب ان انا برضو عندي ده كله مش فرحان. مش معنى ان انا عندي ده كله هيبقى ان انا احسن من الباقي. يعني بالاضافه للكايندنس, لايك تو بي كايند وذ اذرز, لايك وما نحكمش عليهم كده, دي حاجات مهمه قوي نعبر عن مسحتنا بطرق يعني يفهمها الاخرين. تمام. كان نفسي نتكلم عن الديبريشن وولادنا في الديبريشن وازاي نطلعهم منه, بس مره تانية عايزه اختم بس بحاجه واحده. البلد هنا فعلا صعبه, بس انا شايفه ان الصعوبه بقت في كل حته. مصر بقت صعبه واستراليا بقت صعبه, وفي الاخر وفي الاول هو البيت. لو البيت ماسك في بعضه كويس وماسك في ربنا كويس وبابا وماما حاطين بلان معينه, الدنيا بتبقى سهله. بس اللي بيبوظ الدنيا ان احنا ساعات بننسى احنا اتجوزنا ليه واحنا جبنا اولاد ليه. لكن ربنا حنين, يعني نشكر ربنا مستني ان انتوا استحملتوا.